لقينا صحاب وكمان كمان ويا الحرمان انا والعذاب بقينا صحاب وكمان كمان ويا الحرمان. بابا تروح معي نحضر الفيلم الجديد اللي قلت لك عليه امبارحة؟ ايه بروح ليش لا؟ ايه لكن رح اتصل بالسينما واحجز. الو مرحبا، من فضلك بدي محلين على العرض الساعة 6. ايه محلين؟ لا مو بالصف سي، بدي بالصف اتش رقم 20 و21. تمام هدول بالذات. طيب شكرا كتير، يعطيك العافية. نوري ليش نقيت هالمحلين بالذات؟ ها سألتني ليش؟ ايه نعم سألتك. هدول المحلات لهم أهمية خلينا نقول جيوسياسية. عم قول لحالي. شو يعني؟ يعني أهمية تابعة ل دقيقة شوي. تفضل. جيوسياسية هي كلمة مترجمة لمصطلح جيوبوليتكس المأخوذة من كلمتي جيوغرافي وبوليتكس، أي الجغرافيا السياسية، أي تأثير الجغرافيا على السياسة، وهي وسيلة لتحليل السياسة الخارجية التي تسعى إلى التنبؤ بالسلوك السياسي الدولي في المقام الأول من حيث المتغيرات الجغرافية كالموقع الجغرافي للبلد وحجمه والمناخ في المنطقة والتضاريس والديموغرافيا والموارد الطبيعية المتاحة في الإقليم والتطور التكنولوجي. وبالتالي فإن مفهوم الجيوسياسية يعني السياسة المتعلقة بالسيطرة على الأرض وبسط نفوذ الدولة في أي مكان في العالم. فالنظرة الجيوسياسية لدولة ما تتعلق بقدرتها على أن تكون لاعبا فعالا في أوسع مساحة من الكرة الأرضية. قد يكون توسيع النفوذ الجيوسياسي بالنسبة لأي دولة بدوافع أيديولوجية أو قومية أو استعمارية، وعليه فإن الصراع الدولي على النفوذ والتأثير في العلاقات الدولية ودفاع الدول عن مصالحها الحيوية ومحاولة فرض الدول هيمنتها على دول أخرى وما شابه ذلك من أعمال هو ما يكون الحالة الجيوسياسية والتي غالبا ما يتشكل عليها المستقبل. أيوة تمام. يعني أنت بدك المحلات هاي بالذات مشان موقع الجغرافي المنيح بالنسبة للشاشة. تمام. إذا هيك معناته قوم جيب هالمزهرية من فوق التلفزيون لنحن على الطاولة. تكرم عينك، بس ليش؟ مشان يصير موقع الجيوسياسي منيح بالنسبة إلي، بشمه وبشوفه بدل ما يشمه التلفزيون. يا عيني عليك يا بابا، انت ابو الافكار. افكار جيوسياسية كلها. اخيرا اتجرأت، اخيرا